حاجة أحمد عن عبيد الله بن علي عن سلمى. هذه سلمى طباخة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليها الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، فقال لها: اصنعي لنا طعاما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: لا نشتهيه اليوم. قالوا: بل اصنعيه. فجاءت إلى الشعير فطحنته وجعلته في قدر ووضعت عليه الزيت وشيئا من الفلفل والتوابل. فهذه الرواية يعني، فأكلوا منها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأكل من الفلفل ومن التوابل، وكان يحب هذا الطعام الشعير الذي يعني طبخ مع زيت وفلفل ويعني شيء من البهارات.